كن متيقظا وتوخى الحذر كما اتفقنا. حسن هيا. سيخرج الضب الصغير من جحره، جعفر بن المعتضد سيطوف بغداد في موكب لتحية الناس. لا أظنه سيفعلها، فهو لم يغادر قصره مدخله، ولا أرى ما يدفعه لتبديل رأيه أو تغيير عادته. أستبعد خروجه، إنه والله لخبر يقين. فأئمة المساجد التي تتبع الوزير وقصر الخليفة نادوا في الناس في خطبة صلاة العيد في هذا الصباح للخروج واستقبال موكبه. ما هذه الجسارة؟ أهي شجاعة أم تهور؟ في ظني لا هذه ولا تلك. لقد أخروا ظهور الصبي وبيعته من العامة إلى هذا اليوم، فالرعية لا تعرف سحنة خليفتهم صاحب البيعة الباطلة، ولا هم رأوا وجهه. ومن حول الصبي في حرج وارتباك من هذا، وها هو العيد يأتي فيزيد من هذا الحرج. فقد دأب خلفاء بني العباس على الخروج بمواكب عامرة لتحية الناس ومشاركتهم أفراحهم بالعيد، ولا أظن أن جعفرا ومن معه يستطيعون أن يتجاهلوا هذه السنة التي سنها الخلفاء المتعاقبون. أرى في وجهك ما يشي بتدبير أجله. لقد دبرت، وأنتظر الموافقة لأباشر التنفيذ. بانيتك سهم مسموم من نبال حاذق يصيب قلب الصبي، سيراق دم. نعم سيراق دم، ولكن هذه المرة ليس دمنا، بل دم ابن الجارية العكر. وإن قتلناها ما الفائدة؟ لن تجد الجارية شغب ومن معها من سقالبة وعجم من تتوارى خلفه من بني العباس بعد الصبي، وتصير مسألة عودتك إلى الخلافة قطعية، فشرعيتها ساقطة بسقوط ولدها. أطلعني على خطتك بالتفصيل. تعجلوا.
لم يثبت علي شيء، لست مذنبة. أنت هيا هيا، هل سأقضي يومي كله وأنا أراقب تنقيب القابلة في أرحامكن؟ تعجلي يا ابنة الأفاعي، هيا. إلى أين؟ تعال وخذ مكاني، تعبت من المراقبة. يكفي أن تقص ثلاث شعرات فقط، ثلاث. كان يجب أن توافق على هذه المناظرة يا سيدي. وما يمنعني عنها؟ أن تهلك نفسك. النفس هالكة بهذا أو غيره. الشبلي سامحه الله أورثه القرب من ولاة الأمر والقضاة والأعيان الاستهتار بسلطانها، لم يقدر الخطر المحدق بالاتصال ببعضهم وعرض أفكار كان يجب أن تظل في طي السر والكتمان. إذا كان قرب الشبلي من بضعة قضاة وولاة وسلاطين أورثه هذا، فما لقرب من عظيم قدرته؟ لا شيء للسر والكتمان، فما فتح الله علينا مغاليق الفهم لنستر ونتقي ونكتم بل لنكشف. لقد توعدك محمد بن داود عند عودتك إلى بغداد، أرى أن تمكث في مكة سنة أو بعضها. أترك ما كنت ذاهبا إليه في بغداد خشية ابن داود وما أطلقه من كلام؟ لا والله، بل أستعجل العودة رغم وعيده ذاك. قل يا تليد، كيف يشعر الخصي تجاه النساء؟ أقصد، هل ترغب بالنساء كما نرغب نحن؟ شو
شحظة، دعني وانصرف لشبقك المريض. ثم ماذا فعلت أنت برغبتك في النساء سوى التشهي واستراق النظر؟ لا تجيد إلا دلق رغبتك النتنة من النوافذ وكأنها ماء آسن. ويحك، محض سؤال، أريد أن أطمئن على حالتك ترد علي بهذا الصلف؟ ما بالكم معشر المقصيين؟ ما إن أسألوا أحدكم سؤال حتى يجن ويرفض الإجابة وكأنكم تنتمون إلى جماعة سرية؟ جهضة، ما بك؟ لماذا تصرخ؟ لا شيء، لا شيء، لا شيء، لا شيء. فريد، ماذا هناك؟ سيدي، 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 قل يا قاتلة، يا مجرمة، كيف تجرأتي وجلبتي السم إلى بيتي؟ سم في بيتي يا ابنة الأفاعي، سم في بيتي، سأجعلك تنسين اليوم الذي ولدت فيه. أتسمعين؟ سأجعلك تنسين اليوم الذي ولدت فيه. أتسمعين؟ سأجعلها تنسين. رح اقترب أي منكم سأنحرها بالسكين. مسمار، دليل، دليل. الشمطاء على قيد الحياة، احذروا أن يقترب مني أي منكم. توقفي، سأفعل ما تريدين بشرط ألا تمسيها بيدها. حسنا، اجلب لي أسرع جيادكم. الرسول والعترة الحق وأهل القربة، فماذا تريد؟ لا أريد أن أغل يدي في دمه، ولا أريد أن يقترن اسمي بقتل صبي من أبناء عمومتي. استقبلني والده المعتضد في مجلسه وأحسن وفادتي، وسمح لي بأن أجعل من بيتي دارا للعلم والأدب حتى عرفني الناس شاعرا وأديبا، وهذا يكفيني. هيا هيا.
نعيم إلى قصر جعفر بن المعتضد، فلربما سمح وعفى يعفو. وإذا عفى هو أو غفر، أتظن أن من حوله سيغفر؟ من؟ وزيره أبو الحسن بن الفرات سيغفر؟ والدته شغب؟ لو كان ذلك ممكناً لرأيت الوزير المخلوع العباس بن الحسن قد عاد إلى بيته الذي نهب واستبيح، أو لرأيت علي بن عيسى أو أياً ممن بايعوه قد عادوا. أين هم الآن؟ إنهم في السجن بانتظار القصاص أو القتل. هل تريد مصيرا مماثلا؟ إذا سأعود إلى بيت ابن الجصاص الذي كنت أختبئ فيه إلى أن يقضي الله أمره. بيت ابن الجصاص لم يعد آمنا بعد اليوم. كم عين وصاحب خبر رأك وأنت تخرج إلى هنا لإنقاذ غريمك؟ ماذا علي أن أفعل إذن وقد ضاقت الأرض بمثلي؟ لقد أنفق هذا الصبي اليوم ما جمعه والده المعتضد في 10 سنين. سيدي كنت أريد أن أستأذنك للموافقة على طلب بعض الجواري
الخروج في نزهة. نزهة! نزهة! نزهة في اللعين! اخرج وافعل ما امرتك به. هيا! وانت اجلس! 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 هدية المقتدر بالله، ادعي له بطول العمر. هدية المقتدر بالله، ادعي له بطول العمر. اللهم ارزق المقتدر. اللهم احفظه يا رب. أين الشيخ الحلاج؟ صدق الله العظيم. ألست تلميذ الإمام محمد بن داود؟ بلى هو، أريد الشيخ الحلاج. تجده يصلي عند أطراف الخيام هناك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا تلميذ القاضي. عرفتك، تكلم. الإمام أبو بكر يا مولانا تتناوب عليه حمى شديدة من علة لازمته سنين طويلة، وما عرف لعلته سبب. الإمام بمكانة الأب عندي، وليس لي قدرة على رؤيته بهذه الحال. لست طبيبا. وما حاجته بالأطباء؟ لم ينفعوه في شيء، وما عرفوا لعلته سبب. مولانا، أنت صاحب كرامات وإغاثات ذا حصيتها، وما أتيتك إلا بعد أن عودت الحمى هنا في منى. من أطاع الله أطاعه البر والبحر. هو من أرسلك تطلبني؟ لا، هو لا يعلم ولا أريده أن يعرف. إنه طريح في رقاد، مذ عودته الحمى الشديدة اليوم، ولا يدري بما يدور حوله. تطلب من شيخ رجمه أستاذك بالغلو أن يعالجه؟ ماذا لو استيقظ من رقاده ووجدني أرقيه؟ لن يعلم، كرم لله جل جلاله. أرقه، لعل الله يمن عليه بالشفاء بكرامة من كراماتك. أرجوك أن تفعل، فربما كتب الله له الشفاء على يديك.
ما الخطأ؟ مكان الطعنة. قلت لك لا طاقة لي على مشاق السفر وركوب الخيل. لو تركتني أسلم له نفسي بدل رحلة بلا طائل. ثم ما الفائدة من تركنا بغداد والذهاب إلى الموصل؟ عيونه في كل مكان، ولن يستطيع والي الموصل عبد الله بن حمدان رد طلب ابن المعتضد إن علم بأمرنا وطلب إليه تسليمنا. صحيح أن الحمدانيين ينضوون تحت لواء جعفر بن المعتضد، ولكنهم يبطنون طموحا واستقلالا قد يجعلهم يقبلون إجارتنا والتستر على بقائنا. وإن ساء الحال وكشف أمرنا قد يماطل عبد الله بن حمدان في تسليمنا ويمكننا من الهرب إلى الأندلس. تريدني أن أفر إلى الأندلس؟ أتعقل ما تقول؟ تريدني أن أهرب من ابن عمومتي جعفر إلى سيف حفيد من أحفاد الأمويين في الأندلس؟ قد التبست علي الأمور. دعنا ندخل الموصل الآن ونلتقي ابن حمدان، ومن بعدها لكل حادث حديث. هيا غالب ألمك ودعنا نواصل المسير. واصلا أنتما إن شئتما، فلا طاقة لي على المسير فرسخا واحدا. رأيت خيمة أعرابي فوق التلة، سألجأ إليه طلبا للراحة. حسن حسن كما تشاء. أرى جسدك قليلا. يا شيخ، اخرج من الخيمة واغلق الستارة. لا يمكنني البقاء يا مولانا. لقد غادرته الحمى. من أطاع الله أطاعه البر والبحر. اخرج قبل أن يستيقظ ويراك، فأنا لا أريد لأي كان أن يعلم بما حدث. ما لا
الحمد لله الحمد لله. أين سننام الليلة؟ هنا؟ في هذه الباحة؟ لا أعلم، المهجع مقفل كما ترين، تتحصن فيه هيلانة. ظري ماذا يفعل اشتغال الجواري والغواني في أمور السياسة. توسمت خيرا حين اشتراني هذا النخاس، فهو ذو شهرة وزبائنه من الأعيان والوزراء. قلت في نفسي لابد سأباع لسيد من الأعيان أو لوزير، بل وبلغ طموحي مبلغ أن تخيلت نفسي في قصر الخليفة. قصر الخليفة مرة واحدة؟ نعم، وماذا ينقص أي واحدة منا لتكون أم ولد الخليفة؟ يكفي أن يبتسم لك الحظ قليلا وأن تنالي رضاه وإعجابه. لتأتي هذه الحمقاء وتفسد علينا حتى النوم الهانئ. وأنت أيتها الصغيرة، ما غايتك؟ غايتي في ماذا؟ من ترغبين أن يملكك؟ أنا؟ مثل هذه الصغيرة الجاهلة ترزق بأفضل الأسياد. لست جاهلة، تأدبي. أتأدب؟ لم أتوقع سماع كلمة كهذه في بيت قيان. يا لبؤسك، ستكونين لعنة وحظا عاثرا لمن سيقتنيك. أنا لعنة وحظ عاثر؟ أنا لعنة وحظ عاثر؟ تعالي شجر، لا ينقصني في يوم نحس كهذا إلا أن أفرق شجارا بينكما. بدل أن تقف وتنهرنا افتح لنا باب المهجع لننام فيه. كنت أعرف عندما رأيتك معروضة للبيع برفقة سيدك أنك نكدة كثيرة الكلام، ولولا أنه خفض ثمنك إلى النصف لما أخذتك. أنا نكدة أيها ال... أنت ماديتي مرة أخرى، عرضتك للبيع في سوق الرقيق لأي صعلوك عابر، فهمتي؟ أعتذر. جاء بك الآن؟ هرب سيدي عبد الله بن المعتز هذا الصباح وما عرفت أين أذهب. هل ضغط بالحرية يا حرس؟ لم تطيق البقاء يوما واحدا دون سيد؟ ادخلي.